مرحبا واهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين اينما كنتم، اتمنى ان تكونون بخير وفي صحة جيدة. موضوع اليوم معلومات عن ليلى بطلة مسلسل انتقام الزمن. الاسم الكامل شيماء عطالله، من مواليد 13 اكتوبر 2000، من مدينة عنابة، عمرها الحالي 24 سنة، من مواليد برج الميزان، الجنسية جزائرية، الديانة مسلمة، الطول 1.70 متر، الوزن حوالي 65 كيلو. بدأت مشوارها الفني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خاصة اليوتيوب في عام الكورونا، ثم انتقلت إلى الانستغرام والتيك توك، وبعدها في عام 2021 انتقلت إلى عالم التمثيل من خلال مسلسل بنت البلاد بدور البطولة باسم جبرة في جزئه الأول والثاني والثالث، وحاليا تقوم بالتمثيل في مسلسل انتقام الزمن بدور البطولة باسم ليلى. أتمنى أن الفيديو نال إعجابكم. ما بقى لي غير نقولكم اتهلاو في روحتكم، نتلاقاو فيديو جديدة معلومة جديدة. اتهلاو في روحتكم وصحة سحوركم.